نابلس جبل النار في حالة اشتباك مستمر مع الاحتلال الإسرائيلي، وتوجه رسالة إلى أهلنا في قطاع غزة بأنه احنا معكم في هذه المواجهة وهذا التحدي وهذا الصمود وفي هذه المعركة الباسلة اللي بخوضها مجاهدينا في قطاع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نابلس تقف خلف هؤلاء المجاهدين في هذه المقاومة الباسلة الواضحة القوية اللي عملت توازن في الرعب مع هذا العدو وهذا الاحتلال وهذه الدولة المجرمة المارقة. رسالتنا اليوم إلى أبناء شعبنا الصامد في قطاع غزة أن غزة لن تكون لوحدها، وأن الشعب الفلسطيني وكل المقاومين الشعب الفلسطيني خلف خط المقاومة والمواجهة مع هذا الاحتلال. ورسالتنا لهذا الاحتلال أن غزة وشعبها لن يبقى لوحده، وأن الضفة الفلسطينية وكل أبناء شعبنا الفلسطيني أينما وجدوا سيكونون في ميادين المقاومة والمواجهة ضد هذا القمع وهذه الدموية التي تمارس على أبناء شعبنا في قطاع غزة